السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نصاوب سباغيتي سريعة للعشاء، دغيا توجد ان شاء الله 10 دقائق تكون واجد عندنا العشاء. غادي نحتاجو السباغيتي، انا خديت 250 غرام، وصلصة ديال المطيشة عندي في القناة. مطيشة كنشد مطيشة 3 مطيشات ولا 4 تقريبا كبار، نشدو نسلقهم، نغسلهم مزيان ونسلقهم، من بعد نطحنهم ونصفيهم في صفاية تكون رقيقة. ندير معاهم شوية ديال الزعتر، شوية ديال الثومة، شوية ديال الملحة، وشوية ديال البزار، شوية ديال التحميرة، صافي. وكنخليهم حتى كينشفو شوية، نزيد عليهم زيت العود، زيت البلدية، حتى كينشفو مزيان، صافي كتولي عندي صلصة موجودة. وغادي نحتاج شوية ديال الزعتر، الطون، انا استعملت هنا 2 حكاك ديال الطون، فرماج، وشويه ديال الملحه، ورقه سيدنا موسى باش غنسلقوا السباغيتي. انا كنصاوب البيشاميل دابا باش غنديرو فوق من السباغيتي. البيشاميل درت معلقه كبيره ديال الزبده، معلقه كبيره ديال الدقيق الابيض، شويه ديال الملحه، وحكيت الكوزه، وغادي نزيد كاس كبير ديال الحليب، وصافي هي بدات تختار وغنحيدها. ملي كتختار نحيدها، غادي نضيف لها شويه ديال الفرماج محكوك، وهي بشاميل ديالنا. دابا غنجيب شي اناء، غندير اللي غادي ندير فوق البوطه، ندير سباغيتي، اللي ما كيبغيهاش تكون طويله يقطعها، انا كنبغيها تبقى طويله. غادي دابا غادي نديرو في شي اناء يكون كبير، ديما سباغيتي من بغون نطيبو نديرو في شي اناء كبير باش ما تتعجنش لينا. غندير معها ورقه ديال سيدنا موسى، وندير معها شويه ديال الملح، ونخليها تسلق. صافي انا غنديرها فوق البوطه. انا دابا حيت من فوق البوطه ديك، حيت من فوق البوطه البيشاميل، دابا غنضيف لها شويه ديال الفرماج، غادي نحكو. صافي وغادي نتسنى على تاع السباغيتي بما طابت، وغادي نتلاقاو باش نكملوا هاد تتيمه ديال السباغيتي. بعد ما طابت السباغيتي وخليتها كتسقطر باش تحيد من هذاك الماء، غنحيد دابا هاد الورقه سيدنا موسى. وغادي نجيب مول ديال الزاج، حتى انا غادي ندخل الفران من الفوق غير لي تحمر ديك البيشاميل ويذوب لينا الفرماج. بعد ما خليتها تسقطرات، انا غنديرها في شي مول ديال اللي كيدخل الفران، اناء كيدخل الفران. خليتها تسقطر مزيان، عاد نديرها في هذا الاناء. دابا غادي ندير لها الصوص ديال الطوماط، نحاول اللي كيبغي الصوص كامل في ممكن يديرها في سباغيتي كاملة. انا غادي نديرها غير على الوجه ديالها، هاد سباغيتي دغيا كتوجد سريعة ولذيذة وكتعجب الدراري الصغار. من بعد دابا غادي ندير الطون، غادي نسرحو على الوجه كامل. دابا غادي ندير البيشاميل من فوق،
راه ذاب داك الفرماج اللي درت. نحاول نخوي عليه غير من شويه باش ما يخسرش لي الوجه ديال الطون باش مي صافي. غادي نخوي بهذه الطريقه وغادي نرش عليها الزعتر. انا ديجا سخنت الفران من الفوق غير تحمر غير الوجه ديالها. هاد السباغيتي راه كتجي رائعه، نتمنى تجربوها وسهلة في التحضير. نغطي عليها وجهي كامل باش داك الطوم ما يتحرقش ليا. دابا غنرش عليها شويه ديال الزعتر. صافي وغادي ندخلها للفرن طيب. غنخلي هذاك الفرماج حتى الاخر تطيب ليا الوجه ديالي يبان ليا تحمر، عاد نخرجه ونحك فوق من الفرماج. صافي ونطفي الفرن غير يذوب داك الفرماج صافي وتكون عندي واجده. هي السباغيتي بعد ما خرجتها من الفرن راه دوبت درت فوق منها الفرماج، حكيت فوق منها الفرماج راه كتجي لذيذه في المذاق. نتمنى تجربوها تعجبكم وتعجب وليداتكم. الا عجبتكم ديروا جيم، بارطاجوها مع الأصدقاء ديالكم، وراه ساهل في التحضير.